يسعد أوقاتكم بكل خير وجمال. عنوان الحلقة طفولة صورة. هلأ كان المفروض أحكي عن العلاج النفسي بالصورة بهاي الحلقة، بس يعني يمكن أعمل حلقة تانية عن هالموضوع. بس فجأة نطت لبالي ضحكات الأطفال وتذكرتها مدري ليش، فقررت أعمل هالحلقة عن ضحكات الأولاد. لا شك انه اجمل صورة ممكن نشوفها هي ابتسام الطفل، ايا كان هذا الطفل وشو ما كان الظروف. وبالنسبة لي بيكون الانطباع الاول بس شوف هيك صورة هو سعادة غامرة بتصيبني بدون سبب، وفعلا بتغيير مزاجي شو ما كان وضعه، بس كان يعني تغيير للافضل اكيد. يعني هلأ شو هي المواضيع اللي ممكن نشتغل فيها على تصوير الاطفال؟ طبعا مثل العادة في وجهين للموضوع، سلبي وإيجابي. هلأ تصوير الأطفال صار اختصاص مثله مثل أي نوع تصوير تاني، بس للأسف يستغل تجارياً كوسيلة دعائية للترويج لمنتجات وتخص الأطفال من ملابس وأغذية ومنتجات تانية متعددة. وهذا الجانب السلبي برأيي الشخصي، لأنه بحس فيه استغلال لبراءة الطفل بموضوع تجاري بحت كان ممكن استخدام غير وسائل للترويج له، ويلي بيشوفوه ناس تانيين عادي ما في ضرر، يعني كل واحد حر برأيه. ما علينا. هلأ الجانب الإيجابي لتصوير الأطفال أنه صار معتمد كوسيلة من وسائل العلاج النفسي، وكان لي شرف المشاركة الحمد لله بعدة ورش عمل من هالنوع يلي كانت نتائجها رائعة بالنسبة للأطفال وبالنسبة لي شخصيا، لأنه مثل ما عالجت الأطفال بصراحة عالجتني أنا كمان، وما راح أتردد بتكرار هالتجربة أبداً إذا صحت لي الفرصة مرة، لأنه ما بتتخيلوا قديشها رائعة ومفيدة. هلأ بنرجع لموضوع الصورة. أنا من تجربتي الشخصية بنصح كل حدا عنده طفل، إن كان ابن، ابن أخ، ابن أخت، حفيد، يعني إلى آخره، إنه يوثق حالات السعادة عند دول الأطفال اللي بيخصوه بإنه يصورهم ويشوف هالصور بين وقت والتاني، وكمان يورجيها للطفل نفسه أو للأطفال اللي صورهم. شغلة بسيطة أخي، ما بتكلفكم شيء، بس صدقوني مفعولها كتير مهم لنرجع شوي من التوازن النفسي تبعنا، وخصوصا نحن السوريين من الشيء اللي مر علينا. ومن الجانب التاني أنه تترك هدول الأطفال يصوروا إذا كان عندك أو عندك كاميرا، وإذا ما في فبالموبايل، يعني شو المشكلة يعني؟ بعدين ما بتعرفوا، ممكن تكتشفوا انه هالطفل عنده موهبة بالتصوير، واذا ما في فبيكون عم يتسلى تسلية مفيدة وبيقوي ثقافته البصرية. وبالاضافة لانه تجربة التصوير بحد ذاتها كتير كتير ممتعة، وخصوصا بالنسبة للطفل وهو عم يصور وهو عم يتصور، يعني صوروا تصحوا، هاي نصيحتي. وكمان حابب ضيف انه التصوير لأهميته دخل بمناهج ذوي الاحتياجات الخاصة كوسيلة مساعدة للدعم النفسي. يا جماعة نحن كتير مقصرين بحق أطفالنا بمجال تأمين السعادة بحد الأدنى، وطبعا يعني سبب هالشي بمعظم الأحيان هو قلة الحيلة والموارد. فليش ما بنستخدم الشي المتاح تقريبا للكل، ومن هالمتاح هو الصورة. يا سيدي صوروا حالكم كمان مع أطفالكم بهيك مواقف، شو المشكلة يعني؟ بالعكس أحلى شيء هو مشاركة أغلى الناس عنا يلي هنن أطفالنا لحظات الفرح. ويا ريت كمان يتكرموا علينا هالمنظمات اللي عم تساعد السوريين ببلاد اللجوء أو بالداخل، وخصوصا بالمخيمات تعتمد برامج التصوير للدعم النفسي، لأنه فعلا كتير مهمة، ويلي ما بتكلف شيء يذكر. يعني شو يعني حدا يعني يجيب كاميرا ويصور يا أخي ويعمل شغلات بسيطة، يعني معارض بسيطة ما بتكلف شيء يعني. يعني حتى تساعد كمان هدول الأطفال المحرومين من أي وسيلة فرح أو سعادة، وبتساهم بتخفيف أسوة الحياة عليهم، يعني شغلة يعني بديهية. هلأ لحظات السعادة والفرح البريء يلي ممكن نوثقها بلحظتها عند الأطفال من خلال صورة، صدقوني رح تكون متجددة بكل لحظة منشوف فيها الصورة، ورح تضل تبعت بنفسنا السعادة يلي شعرنا فيها أول مرة. أي فرصة فرح لا تفوتوها، نصيحة أخ. بتمنى يكون الموضوع عجبكم، وبتمنى تكون الصورة واضحة عن كل شي حكيته، وشكرا لمتابعتكم، وتضلوا بخير وفرح.